قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تصور إن الآية دي قيلت للنبي عشان يقولها للمنافقين، يعني متى ذكرت هذه الآية؟ ردًا على فرح الكفار المنافقين بأضرار المسلمين وحزنهم على فرحة المسلمين، فده ردًا على المنافقين اللي بيتمنوا كل سوء وكل أذن للإسلام والمسلمين. نقول لهم إيه بقى؟ ربنا بيأمر نبيه إن يقول لهؤلاء المنافقين الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر والمصائب، قل يا محمد لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو كل شيء مقدر في اللوح المحفوظ وإحنا بناخد بالأسباب، فلو متنا فهو بقدر الله عز وجل، ولو انتصرنا بقدر الله عز وجل، ثم إحنا كده كده كسبانين. عشان كده الآية اللي بعدها أو بعد كم آية، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، هو أنتوا يعني فرحانين بإيه؟ إحنا كده كده في نصر، لو متنا ففي الجنة، ولو انتصرنا فالغنائم والمكاسب. فأنتوا يا منافقين قليلوا العقل، فرحانين في شيء إحنا أصلا مبسوطين منه وبنسعى إليه، الشهادة في سبيل الله عز وجل. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو ناصرنا، هو متولي أمرنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خلي بالك انت امتى تقول هذه الآية؟ لما تاخد بالأسباب الشرعية، يعني مثلا رايح تحج، فالحج ممكن السنة اللي فاتت سمعنا ناس ماتت، السنة اللي قبلها كذلك، فممكن واحد يقول لك ايه يا عم ما بلاش تحج لحسن يحصل لك حاجة. هنا تقول له ايه بقى؟ مش انا خدت بالأسباب الشرعية؟ مش ده أمر الله لي؟ قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إنما ما تمشيش في وسط الشارع بدون ضوابط وتمشي وسط العربيات واحد يقول لك حاسب، تقول له يا أخي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا ده كده مش في السياق الصحيح. لأن يعني كتير من الناس بيتحرك بعشوائية ويقول لك إيه ربنا بيسترها. شفت واحد فتح الباب بتاع العربية والعربية كانت هتخبطه، فالسواق يقول له طب خلي بالك ربنا ربك بيسترها. هو ده معنى ان ربك بيسترها؟ ان انا ابقى كده ماشي بدون ناخد بالاسباب وبدون ضوابط؟ هو ده الاسلام؟ اقعد في البيت واقول اصل ربنا هيرزقني، ما اخش بالاسباب واقول اصل هو كل شيء مكتوب. شوف اتقالت امتى؟ لما المنافقين فرحوا في المسلمين لما بتحصل لهم مصايب. المصايب دي نتيجه ان المسلمين امروا بالجهاد فجاهدوا، يبقى عملوا اللي عليهم كاسباب شرعيه. يبقى انت لما تيجي تنزل تصلي تروح تصوم يقول لك هيحصل لك ضرر، اقول له لا قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تخرج تجاهد حد يثبطك قول له لا قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. مش تعمل الخطا وتنسب الخطا للدين وكان الدين هو اللي بيعلمك العشوائيه والفوضى، انما تقال لما تاخد بالاسباب الشرعيه الصحيحه. اصبت بضرر بعد ذلك ففي ميزان حسناتك، وهو ده معنى التوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ناخد الأسباب ونقطع الأسباب عن قلوبنا، خلاص عملنا اللي علينا، كل شيء بقى بأمر الله تبارك وتعالى.